جميع الناس عارفه ان هو الفنان المنتظر اللي بنته ترجع له تاني. هو نيه الصلح متوفره عنده جدا لان دي بنته. صدد الدعوه المقامه من ايه الله رشوان توفيق ووالدها الفنانه رشوان توفيق والطعن على عقود القسمه وعقود البيع اللي عملها بالنسبه لشاليهات راس سدر ما بينها هي واختها هبه وبين احفاده ولاد نجله المتوفي توفيق. فكانت الدعوه النهارده مؤجله من الجلسه السابقه لان احنا كنا قدمنا في الجلسه السابقه دعوه فرعيه وقدمنا صوره من اقرار موقع من هبه وايه ويفيد اقرارهم بصحه جميع الاعمال اللي قام بيها والتصرفات اللي قام بيها الفنان رشوان توفيق بموجب التوكيلات والخاصه بالشاليهات والخاصه بالفيلا. وقدمنا الصوره دي الجلسه اللي فاتت وجه المحامي بتاع ايه اللي هو محامي الخصم طلب اجل الاطلاع على الاوراق اللي احنا قدمناها. اتفاجئنا النهارده ان هو جاي بينكر الصوره الاقرار وبيقول ان هو مش معترف بيها على الرغم ان احنا في الجلسه السابقه في الدعوه الاخرى 2977 خاصه بالتوكيلات قدمنا اصل الاقرار امامه ولم يطعن عليه. هو ليه بينكر الاصل؟ والله هو مجرد ان هو بيمواطن قدام المحكمه وبيتوه على اساس على غير اساس. هو شايف ان المماطله دي في صالحه مثلا؟ والله هو الدعوه الموقف القانوني ليها محدد ان التصرفات اللي قام بيها الفنان رشوان توفيق بموجب توكيلات رسميه عامه بتبيح له جميع التصرفات اللي قام بيها من التوكيلات ساريه حتى تاريخ التصرفات ولا يجوز الغائها يعني. والافضل من ذلك كمان ان احنا قدمنا اقرار رسمي موقع منهم هما الاثنين من هبه وايه مزيل بتوفيقهم بيفيد ان هما بيقروا جميع التصرفات والاعمال اللي قام بيها الفنان والدهم الفنان رشوان توفيق. فيعني عايز اقول لحضرتك ان بموجب التوكيلات دي وبموجب الاقرار دي مفيش مفر من صحه التصرفات ان شاء الله. النهارده في الجلسه طلبنا من القاضي لما الخصم انكر صوره الاقرار فاشرنا للمحكمه ان اصل الاقرار مقدم في الدعوه الاخرى الخاصه بالتوكيلات اللي هي الدعوه 2977 المقامه في محكمه جنوب القاهره ايضا والمحجوزه للحكم جلسه 25/1 جلسه داكر ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله الحكم يكون مرضي لينا ان شاء الله باذن الله خير لصالح الفنان ان شاء الله. ان جميع الناس عارفه ان هو الفنان منتظر ان بنته ترجع له تاني. هو نيه الصلح متوفره عنده جدا لان دي بنته. يعني منتظر برضه ان هم اللي يرجعوا لوالدهم لان هم نيه الصلح بالنسبه لنا احنا ثابته بالنسبه للفنان رشوان توفيق موجوده ومكشوفه ومعروفه ان هو مستني ولاده يرجعوا بنته ترجع له ايه. فهي المفروض هي اللي تقدم على الخطوه دي ان شاء الله. ان اللي عمله الفنان رشوان توفيق ده يعني بمثابه هبه لاولاده ممتلكاته وهبها لاولاده في حال حياته وده ما بيحصلش من الناس في حال حياتهم. بس هو حب يأمنهم وحب ان هو يسلمهم ممتلكاته في حال حياته حسب شرع ربنا. يعني هو طبعا حسب الشرع بس ده ما رضاش يعني رضى الاطراف كلها ما عدا طرف معين اللي هي ايه. وعايز اقول ان هو عمل كده محبه في ولاده مش اكتر يعني ملوش اي مطمع منهم بالعكس يعني انا في ناس كتير ممكن ما تعملش كده مع اولادها وتلاقي اولادها ان هم يعني شايلينهم لحد اخر العمر. بس انا ما اقدرش اكد حاجه برضو احنا ما يعني انا ما اقدرش اقول كلام يخرج على لساننا بتاكيد واحنا برضو نكون قلنا حاجه احنا مش متاكدين منها 100% بس كل شيء في الدنيا متوقع يعني. تمام. اكيد في ضغوط يعني اكيد يقرا الحكم في الدعوه 1977 خاصه بالتوكيلات. تمام. يصدر الحكم ان شاء الله. تمام. متشكرين جدا لحضرتك.